نظمت الأكاديمية الملكية للشرطة ندوة بعنوان القيادة الأمنية في عالم متغير. حضر فيها آمر الأكاديمية الملكية للشرطة العقيد ركن حمد بن محمد آل خليفة وعدد من المشاركين في برنامج القيادات الملهمة الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية متمثلة بالأكاديمية الملكية للشرطة. وتهدف الندوة إلى التعرف على التطورات والتوجهات العالمية لمفهوم القيادة الأمنية من أجل تأهيل قادة متميزين قادرين على قيادة إداراتهم في عالم يمتاز بسرعة متغيراته. وأكد آمر الأكاديمية أن زيادة أعباء العمل الأمني على الكوادر الأمنية في مختلف المجتمعات يتطلب مضاعفة جهدها في سبيل أداء دورها المنشود في حفظ الأمن، مشيرا إلى أن هذه الأعباء المتزايدة تساهم في تضاعف المسؤوليات الأمنية لتلك الأجهزة وكوادرها زيادة على ما تبذله من جهد دائم. وعليه يجب أن يتم جمع الأشخاص المناسبين لكل مهمة مع وجود إرادة التغيير والاستجابة لها. وأشار إلى دور القيادات في تكوين كوادر قادرة على اتباع أفضل الأساليب القيادية المعاصرة، إضافة إلى تعزيز القدرة العلمية لدى رجال الأمن وتمكينهم من التطبيق الفعال لأفضل الممارسات في مجال القيادة والاستراتيجية والإدارة، وأن يتعلم القائد كيف يكون قدوة للآخرين. وأضاف العقيد الركن أن مسألة بناء القيادات الأمنية مهنيا وتدريبيا وثقافيا ضمن الأولويات التي تضع بعين الاعتبار في تطبيق برنامج القيادات الملهمة، مشيرا إلى أن مهمة القائد الأمني وخبرته لمواجهة الظروف الطارئة التي تتطلب سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه بغرض تحقيق أقصى درجة ممكنة من النجاح تكفل القضاء على الخطر الناشئ بأقل قدر من الخسائر وبأقصى سرعة حتى لا ينتج عن هذا الموقف تداعيات أمنية تؤثر سلبا على الأمن. واستعرض المشاركون في برنامج القيادات الملهمة بعض المشاريع التي تم تطبيقها في البرنامج، حيث أشاد السيد جمال البعركي رئيس شعبة التطوير والتدريب بالمنسقية العامة للمحافظات ببرنامج القيادات الملهمة، معتبرا إياه نقلة نوعية في مجال التدريب والتطوير القيادي، وهو يهدف إلى إيجاد الروح الدافعة للتغيير من خلال الإلهام في المؤسسات عن طريق تغيير طريقة التفكير والتركيز على أعمال العقل بدلا من الإيمان بنجاح القائد أو الفكرة، معربا عن شكره للدكتور محمد بوحجي خبير التغيير والتمييز وإدارة المعرفة على مساهماته في تقديم نموذج رائع يمكن من خلال إشرافه على برنامج القيادات الملهمة، لافتا إلى أن جميع المشاركين تعلموا كيفية تطوير مؤسساتهم لصناعة الأثر وضمان الاستدامة وروح متجددة تلهم الآخرين وتدفعهم في اتجاه أعمال الفكر بدل الاعتماد على الخبراء والنظريات التي قد لا تصلح للتطبيق في المجتمع محل الدراسة.